الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير من الإخوة والمشاهدين متوقعين أنه لينا نتكلم كان عن ديك العدة، نائب رئيس الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية العمل خطبة تاع الجمعة ضلل فيها العباد الذين يحضرون له دائما ويستخف بعقولهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. فخطب الخطبة ومعترض على القرار بتاع حكومة السودان، والغريب انه ما قرار حكومة السودان براها، دي فتوى علماء جميع الدول الإسلامية تقريبا، ابتداء من هيئة كبار العلماء والشيخ الفوزان وغيره من البلدان، أفتوا بأنه منع صلاة الصلوات الخمسة وصلاة الجمعة وغيرها في المساجد، والناس يقيموها في البيوت لهذا الوباء الذي ظهر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه. فاعترض ديك العدة، وطبعا ديك العدة دي سموها له ناس المشايخ المعاوزات، ناس الحزب بتاعه، فقال: لا، وهذه بيوت الله ولا تمنع، و و و و وذكرنا له وردنا عليه وذكرنا الأدلة من السنة، إن السنة قالت في حالة المطر الزول ما يمشي الجامع، فكيف في حالة الوباء العظيم الموجود الليلة ده؟ وسردنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فأبى يقبله طبعا، وأبى يقبل السنة والأحاديث الصحيحة كلها، رفض وعاند وكابر. فلما طرأ قرار رئيس الحزب بتاعه، فما كان إنه قال يمنعوا الصلاة في مساجد الجماعة والحزب اللي بيتبعوا له، تاني يوم طوالي بقى يتلولو وخلاص، ورضا بيلولو بعد ذاك. سبحان الله، ناس ما يطيعوا السنة، ما يتابعوا الأحاديث الصحيحة، لكن يتابعوا أحاديث رئيس كلام وأوامر رئيس الحزب، ويترك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الحزبية تعمي وتصم، وصدق من لقبه بديك العدة، هو شيخه ما لنا به شغالة، الناس هم من دقن وفتله. فماذا نتكلم عن الموضوع ده؟ كثير، لأنه النازل أصلا انتهوا، والمجتمع ما بيعرفهم، وللسبب ده أنا ما جبت اسمه الليلة، لأنه بقى مغمور، وبفضل الله سبحانه وتعالى ظهرت دعوة التوحيد والدعوة السلفية في هذه البلاد. أنا دار أتكلم عن تساؤل اللي يمدي الناس بيسألوا عن قناة الجزيرة، لأنه جابت لها برنامج فاشل دار تضلل به أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وجابت برنامج عن محمود محمد طه الملحد الكافر السوداني الذي قتل بعدما أجمع علماء العالم الإسلامي على كفره وردته عن الإسلام، وبعد كله استتابوه، قال له توب، قال ما بتوب. وجد رشنقو ناس نميري بعد ما شنقوا في جماعة من الجمهورين، قالوا: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فالناس تعجبت وتساءلت من التصرف بتاع قناة الجزيرة دي، قناة الجزيرة المعروفة القطرية، إنه جابت مناقب محمود محمد طه، ونشرت كتب محمود محمد طه، وعملت برنامج كامل في مدح فكر محمود محمد طه، ذلك الفكر الإلحادي المحارب للإسلام والمحارب لمنهج النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الكتب العرضتها كتاب الرسالة الثانية للإسلام للهالك المرتد محمود محمد طه عليه لعنة الله. فجابوا الكتاب ده وركزوا عليه شديد، وقروا صفحة صفحة، وقروا صفحة صفحة، وقالوا: الكتاب ما عندنا، كل كتب الحزب الجمهوري بلا الجرائد بلا المجلات حقتهم عندنا. وجابوا الكتب وعرضوها، والكتب كلها موجودة بتاعت محمود محمد طه عندنا بفضل الله عز وجل. المهم، فأنا بس أرد على التساؤل ده، وحيكون في حلقتين الموضوع بتاع الليلة ده، حيكون في حلقتين إن شاء الله، الليلة وبكرة إن شاء الله تعالى. فتساؤل الناس، قالوا: ليه قناة الجزيرة بقت تجنح للإلحاد ولنشر فكر الملاحدة زي محمود محمد طه؟ سبب شنو؟ أنا دار أجاوب على التساؤل ده في حلقة الليلة.
وأواصل الموضوع في حلقة بكرة. فالليلة إن شاء الله الرد على التساؤل، ليه قناة الجزيرة بقت تنحل المنحة ده؟ هل قناة الجزيرة دائرة تنشر الإلحاد؟ هل قناة الجزيرة قناة ضالة؟ الجواب: قناة الجزيرة أضل قناة على وجه الأرض بالأدلة والوثائق. بعد ذاك إذا عرفت الكلام ده، وإنه هي بتنشر في الإلحاد من زمان وفي الكفر من زمان، ما من الليلة، وأنا ما حتكلم إلا بوثيقة عن قناة الجزيرة وأولادها. أولادها كيف؟ أولادها حتعرف بعد شوية. قناة الجزيرة حملت بالحرام ولدت أولاد، أنا جبت أولاد ذاتهم بالوثائق، بعد شوية حعرضها للناس، ولكن أنت أن تحكم. ونحن حنعرض الوثائق من قناة الجزيرة وأولادها وأولادها اللقطة بتاعينها بعد شوية، وإنت شوف. والكلام ده كله حيتفسر لك بعد شوية، ما تستعجل، ما تستعجل، واصبروا علي، لأنه حنعرض مقطع مقطع ونعلق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى من قناة الجزيرة ولقطائها. بعد ما نجاوب على التساؤل ده، بعد ذاك حنعرض فكر محمود محمد طه والجمهوريين عموما في الحلقة القادمة إن شاء الله. طيب، واحد، قناة الجزيرة وعلاقتها بالإرهابيين من جماعة الإخوان المسلمين والتكفيريين والتفجيريين والذين قتلوا المسلمين واغتصبوا المسلمات. قناة الجزيرة ديل ناسا، الإرهابيين والتكفيريين من الإخوان المسلمين ديل ناسا، وهم ذاتهم ما بيسغوا إلا في قناة الجزيرة. نعرض المقطع الأول من برنامج بلا حدود في قناة الجزيرة. شفت كيف؟ كان مع أبو محمد الجولاني أمير جبهة النصرة. طيب، ده المقطع، نتابع كلنا مع بعض. في حلقة اليوم نسعى لفهم زيت الضوء أهداف واستراتيجية جبهة النصرة وحقيقة ما ترمي إليه باعتبارها الآن. طيب، أنا أعيد المقطع تاني لأنه سماعة بهناك. طيب، دي السماعة، يلا نعيد المقطع. في حلقة اليوم نسعى لفهم أهداف واستراتيجية جبهة النصرة وحقيقة ما ترمي إليه باعتبارها الآن إحدى القوى العسكرية الرئيسية العاملة على الساحة السورية والتي تهدف إلى إسقاط النظام. وحوارنا هو مع مؤسس الجبهة أبو محمد الجولاني. أبو محمد، مرحبا بك. أشكرك على أن منحت شبكة الجزيرة وبرنامج بلا حدود هذا الحوار. طيب، اللقاء ده يا جماعة، زيد الضوء بتاعه، اللقاء ده مع أبو محمد الجولاني مؤسس جبهة النصرة التكفيرية الإخوانية التابعة لحزب الإخوان المسلمين المتمخضة من تنظيم القاعدة المعروف، والقصة معروفة. طيب، اللقاء ده كان سنة 2015. الوقت ذاك أبو محمد الجولاني ده ما بيظهر وشه لأي وسيلة من وسائل الإعلام، إلا بعد السنة دي بدأ يصير وشه لبعض وسائل الإعلام الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، لجبهة النصر الإخوانية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين. ففي الوقت العمل اللي غادة سنة 2015 ما كان بيثق إلا في قناة الجزيرة، لأنه كان مطلوب القبض عليه من الجهات اللي كان هو بيحارب فيها ومعاديها. شوف، ما وثق في الوقت ذاك إلا على بقناة الجزيرة، وما شاف وشه إلا قناة الجزيرة. خذ الكلام ده معاك، خذ الكلام ده معاك تماما. وفي نهاية البرنامج ده ذاته، في المقطع رقم 2 الآن حشاهد، في نهاية البرنامج ده ذاته اعترفوا بالكلام ده. جيبوا. فقط أردت أن أوضح للناس لماذا لم تظهر بوجهك. هو يعرفني الكثير من الناس، لكن نحن على الإعلام، ليس الآن من برنامجنا أن نظهر على الإعلام. إن شاء الله في حوار قادم
تكون قد يعني لبيت لنا هذا الأمر. شكرا لك. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. تابعونا في الأسبوع القادم لنواصل حوارنا مع زعيم جبهة النصرة ومؤسسها في سوريا أبو محمد الجولاني. شوف لما قال له تكشف وشك ودارين طلب للمشاهدين، قال نحن في الإعلام ما بنكشف شنو وشنا، لكن يعرفني كثير من الناس، يعني جماعته اللي بيشوفوا، لكن في الإعلام ما كشف وشه إلا لقناة الجزيرة، بل خاطر بحياته ليه؟ جل قناة الجزيرة. ليه؟ لأنه مضمون عن قناة الجزيرة ما بيتقبض، والوقت ده كان شنو؟ كان شغلة جايطة، ولو لقوه الناس اللي هو بعادي وبحاربهم كان كتلوه، لكن ما يثق إلا في قناة الجزيرة. وما هو براو، ما هو براو. عندنا برضو أسامة بن لادن وأيمن الظواهري كانوا مطلوبين لدى أمريكا الوقت داك، وأمريكا كانت معلنة مليارات الدولارات للزول اللي بيخبر عما كان بن لادن وأعوانه فقط مش يجيبه. فقناة الجزيرة بن لادن كان بيناديها أو هم يمشوا ويتصلوا به ويعملوا معه لقاءات تحت الجبال وداخل الكهوف في الأماكن السرية، قناة الجزيرة، لأنه ذلك كلهم أخوان مسلمين، قناة الجزيرة وبن لادن وأبو محمد الجولاني وأيمن الظواهري، ذلك كلهم شبكة واحدة، خطتهم واحدة، منهجهم واحد. جيب الوثيقة عشان تشوف الكلام ده، وحتى فوق في الوثيقة مكتوب خاص بالجزيرة، هتشوف بعد شوية في الفيديو، خاص بالجزيرة، يعني ما في إلا للجزيرة بن لادن الوقت ذاك ما ظهر إلا لهم هم، وخلوهم يجوا لحد حتته عشان أوريك إنه الجزيرة أخوان مسلمين من جماعة بل هي راعية لإخوان المسلمين في العالم. طيب قد أصابها الله سبحانه وتعالى في مقتل من طيب، فده يدل على إنه قناة الجزيرة قناة إخوانية قاعدية تابع، ومعهم جبهة النصرة ومعهم تنظيم القاعدة، ومنهجهم جميعا واحد، وإلا ما كان بيسغ في بعض هذه الثقة العمياء. طيب، ومما يدل إن قناة إخوانية عداوتهم لمنهج السلف الصالح وللسلفيين أصحاب المنهج الحق. وأول حاجة كلمة السلفي وسلفية وسلفين يعني شنو؟ ناس كثير بيستغربوا. أول حاجة السلفية ليست حزبا، لأن الحزب والحزبية في الإسلام حرام بنص القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كانوا شيعا يعني وأحزابا، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إننا ما ندخل في الأحزاب، إنما نكون على الكتاب والسنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ما في أحزاب، كتاب الله وسنتي. فده منهج السلف، إنه المنهج القائم على الكتاب والسنة، لكن ما بفهم أحد من هؤلاء الناس، وإنما بفهم السلف الصالح. والسلف الصالح هم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، الثلاثة قرون المفضلة دي. الدليل شنو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ديل السلف الصالح. طيب، فقناة الجزيرة لأنها قناة إخوانية تنشر منهج الإخوان المسلمين كما علمت بالوثائق قبل قليل، تعادي منهج السلفيين، ويقولوا ديل جامية ومدخلية، يسموا السلفيين كده. نشوف الوثيقة بعدك نفسر معنى جامية ومدخلية. طيب، ده برنامج في قناة الجزيرة اسمه للقصة بقية، طبعا جايبين بيت شبه عارية ومقاطعهم كلها كده، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى يتجاوز عننا، وانا حجتهد اغطي صورة البيت، ممكن اعمل لها نقاب وهي ما بترضى طبعا.
ولي الأمر لا ينازع في مقامه ولا في منصبه ولا ينافس عليه، وإن رأيته يرتكب المعاصي على التلفاز فلا يجوز لك الخروج عليه. هذا ما يقولونه وينسبونه إلى الشرع الحكيم، ويبررونه بحفظ دماء المسلمين، المسلمين الخانعين الخاضعين لولي الأمر أيا كانت عيوبه. أما المسلمون المنتفضون المعارضون فهم كفرة يجوز اعتقالهم بل واغتيالهم، وإن كانوا أئمة أو علماء دين. إنه نهج جديد يسير عليه أتباع الجامية المدخلية الذين يحظون برعاية رسمية من قبل أنظمة أرعبتها ثورات الربيع العربي. وبعد القمع السياسي يبدو أن الدور جاء على القمع باسم الدين، نهج لم يعهده المسلمون، فهم منذ قرون على نهج أسلافهم، قناعتهم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما الذي تغير إذن؟ ولمصلحة من ينشرون معتقداتهم من الخليج إلى المحيط، من السعودية إلى اليمن؟ طبعا ده لأنه قناة الجزيرة أصلا هي القناة الأولى في العالم شجعت ما يسمى بالربيع العربي، ودمر بسبب الربيع العربي ملايين المنازل والمصانع والمزارع ومليارات الدولارات من أموال المسلمين حول الوطن الإسلامي والعربي. ولاحظوا أن الربيع ده بيسموه ربيع ناس قناة الجزيرة وجماعة الأخوان المسلمين اللي بيديروا قناة الجزيرة اللي بيسموه ربيع عربي ده ما حصل في دولة واحدة من دول أوروبا، من دول أوروبا ولا أمريكا ولا أستراليا ولا غيرها. بس الفتنة دي أشعلوها ناس قناة الجزيرة داخل المسلمين، مما أوريك إن دي مكيدة دبرت من أعداء الإسلام بالمسلمين ونفذتها قناة الجزيرة. ففي الوقت ذاك السلفين أظهروا منهج السلف الصالح، ما منهجهم، وقالوا كلام ربنا في القرآن وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيح في السنة، أحاديث كثيرة جدا لا حصر لها ولا عدد، تأمر بطاعة الحاكم المسلم ما لم يكفر كفرا بواحا حتى لو ظلم يسمع ويطاع. وأديك واحد بس رواه مسلم في الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذه مالك فاسمع وأطع. قناة الجزيرة قام جابوا القرضاوي، طبعا منصب نفسه في وهمة كده بشكل قلبه، قال أنا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. ما في حاجة اسمه اتحاد علماء المسلمين، ما في، ديل شيوخ أخوان مسلمين فشلة وسفلة، رئيسهم القرضاوي بتاع قناة الجزيرة. جابوا قناة الجزيرة قال الحديث ده طبعا ضعيف بتاع اسمع وأطع، طب صحيح مسلم يا ولد ضعيف كيف انت مجنون؟ في صحيح مسلم في كتاب الإمارة، في كتاب شنو؟ الإمارة. وفك شوف هالوقت ذاك ردينا عليه بفضل الله عز وجل، وشوف تناقضهم القرضاوي وقناة الجزيرة والإخوان المسلمين، دام قال الكلام ده يشجع الربيع العربي ودمروا العالم الإسلامي، ودمروا وقعدوا، دمروا وقعدوا ناس قناة الجزيرة. لما جاء مسك محمد مرسي الإخواني مصر جابوا القرضاوي تاني بقناة الجزيرة، قال يسمع ويطاع لولي الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع واطع للأمير. يا جماعة ده ما إجرام، وعرضناه في محاضرة دعاة الفتنة، أنا عرضت الوثائق دي كلها، ما في داعي نعيدها تاني، من شاف ليرجع إلى تلك المحاضرة. دي ناس قناة الجزيرة. فلما كانوا السلفين بيصروا منهج السلف وإنه الحاكم المسلم يطاع حتى لو ظلم إلا يكفر، بعد هذا الموضوع الثاني، لكن يطاع حتى لو ظلم ما دام شنو مسلم. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما كلامنا نحن ولا كلام السلفين. فقاموا عملوا البرنامج الفو البيت الوسخة دي، دي ذاته جايب الله واحد مغربي قاعد جنبهم في كرسي واحد، والله في كرسي واحد، أنا لو ما الموضوع ده ما بجوز كان عرضته لكم، لكن حرام، في كرسي واحد قاعد هو البيت عامل فيها بتعدين مركب لديجن، وقاعد يقول هؤلاء المداخلة والجامية وديل دسيسة على الإسلام وصنيعة اليهود، ويرجق والبدي تردق له وهو يشوت وهو يدردق له والبرنامج بايس كله. شفت كيف شغال بأصل، هو قالت كلامه الكذب ده بتكبابة بتاع القناة دي، مذيعة قناة الجزيرة، انت قال جاي من وين؟ دي بتمثل قناة الجزيرة لأنها مذيعة القناة، قالت
إن المداخل والجامية، وطبعا ما في حاجة اسمه مداخل وجامية، هوريك بعد شوية القصة شنو. قالت الجماعة ديل يعني السلفيين أتباع الصحابة والسلف الصالح، قالت ديل بكفر أي زول بعارضه. كذب كذب. نحن اللي قاعد نرد على التكفيرين، وقناة الجزيرة بتاعتك يا عريانة هي المشت لبن لادن، عرضنا قبل شوية المقطع بن لادن ده شنو؟ ما تكفيري، ما كفر المجتمع كله، ما كفر الحكومة السعودية كلها بن لادن ده، عرفت كلامي؟ ما كفر المسلمين كلهم، وقال حكامهم كلهم طواغيط، والمسلمين الشعوب رضخوا للطواغيط. قناة الجزيرة القاعدة تمجد في كتب سيد قطب المكفر جميع المسلمين على وجه الأرض، كما قال سيد قطب في كتاب الظلال، كتاب فاشل بيمدحوا ديك العدة. قال سيد قطب، قال لقد استدار الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، وارتدت البشرية عن عبادة ربها، ونكصت عن لا إله إلا الله، حتى الذين يرفعون الأذان في المآذن بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا تغتر بهم، فإنه لا يوجد على وجه الأرض مسلم. ده شغل قناة الجزيرة، ده منهج سيد قطب، منهج قناة الجزيرة. فالبيت دي بتكذب على السلفيين، قالت بيكفروا أي ذل بخالفهم، كذابة يا عريانة كذابة. بعد ذلك قالت بيقولوا الحاكم حتى لو طلع في القنوات وعمل الفاحشة والمنكر قال يقولوا ما في مشكلة. لا دي المسألة فيه، ده واحد شيخ فاشل فاشل وعاطل وحزب زي الأخوان المسلمين تاع قناة الجزيرة، جاء هنا نعرفه، جاء وقال الحاكم لو طلع وزنى بنص ساعة في البتاع ما ينكر عليه. كيف ما ينكر عليه؟ ينكر عليه، لكن بالطريقة الشرعية. كيف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، لأن نصيحة الحاكم تختلف من نصيحة المحكوم. الحاكم لا يبدي نصيحته، ما نبدي علانية، ننصح في السر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده يد الحاكم ولينصح فيما بينه وبينه، فإن قبل فذاك وإلا أدى الذي عليه. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح. موضوع منتهي. احنا أي حاجة عندنا على دليل تجاب لي بدعة عريانة بتاع قناة الجزيرة جاي قال تبطل منهج السلف وتقول له الجامية مدخلية. طبعا جامية دي نسبة لمحمد أمان الجامي، وده عالم من علماء الأمة، والمدخلية نسبة للربيع بن هادي المدخلي، وده عالم من علماء الأمة، وده الأئمة، أئمة من أئمة هذه الأمة في هذا العصر الحديث. ما 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 نسخونا زي ما دي بتقول يا أخي. أنت كده ألبس أول حاجة انستري انستري أول حاجة، بعدها تعال تكلم في الدين ولا تكلم في 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 سلفيين ولا في غيره، كده أول حاجة ألبسي يا وسخة، ألبسي أول حاجة. طيب فده العلماء. بعدين الانتقاد بيكون بالوثائق وبالعلم بالدليل من الكتاب والسنة، ما بيكون بين ذو المدخلية وذو الجامية وانا بس ساكت. ما زمان الصوفية قالوا ذو الوهابية، في النهاية ما جابت حقها، ما جابت حقها. وده الناس يوم يدخلوا في المنهج الصحيح ويوحدوا ويدخلوا في التوحيد أفواجا بفضل الله سبحانه وتعالى، وبيتركوا التصوف. لحد ما التصوف الليلة في السودان بس عملوا قالوا الهيئة العامة للدفاع عن الصوفية ورافعين فينا قضايا، قالوا لأنه التصوف شنو استحضر وخلاص زي توفى وشغلته باظت. طيب كذلك عداوة قناة الجزيرة للإسلام بنشرها للقاءات موثقة، هعرض لك الآن، وده من أخطر الكلام، مع اليهود. يهود عديل، يهود بيجيبون في قناة الجزيرة يشتموا الإسلام، وعشان قناة الجزيرة تجمل وشها وتعمل لها كحل وروج وكذا، بيقوم بيجيبوا واحد يقولوا ده داعية إسلامي، يا ويا لقطوا من الأسهر يا من غيره، يقول ما جاهل ساكت ما يعرف الواو الذكر في الإسلام، يجيبوا يقول هذا سيرد على اليهود، يجيبوا يهودي مسلط ولسانه صليت يشتم الإسلام. طوال بيعملوا البرنامج ده في برامج الاتجاه المعاكس وبرنامج بلا حدود في قناة الجزيرة وبرنامج شنو، يجيب واحد شيخ يقول لي تقول أعمل ما أعمل فيها مسألة الإسلام، وضعيف جزء عما ما حافظه مخصوص اختاروه ضعيف كده يخطوه، ويجيب واحد مسلط يهودي أو شيوعي أو بوزي أو صوفي يقول لي يلا أشتم الإسلام، وداك ما يقدر يرد. عرفت كلامي؟
فيطلع النتيجة بتاعت المناظرة من قناة الجزيرة إنه اليهودي أو الشيوعي أو الصوفي أو الشيعي الرافضي انتصر على العالم المسلم. وذاك ما علم، ذاك جوز عم ما عارفه، هم اختاروا كده، هم بيعرفوا مكان العلماء اللي بيجغموا اليهود والشيعة ديل، لكن ما بيجيبوهم، يجيبوا واحد سافل يجيبوه يقول له مثل الدور ده بالمسرحية عشان يقولوا الإسلام اتهزم. لازم تعرفوا المعلومة دي يا مسلمين، ما تدغشوا ساكت يا أخي، كل ذول مركب لدي قتل وشنو كده ما عارفه صغير ما بعرف اسمه شنو. قناة الجزيرة باغت قناة الجزيرة يا نازل بيهدموا الإسلام، وأنا بعرض لك في الوثائق ما بتكلم ساكت واتحداهم كلهم لأي موضوع، لأي موضوع. جزيرة سجم رماد أعرف الكلام ده، جيب الوثيقة دي، ده يهودي بيشتم في الإسلام وبيشتم في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وبيشتم في المسلمين من عهد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لليلة، ويمجد في اليهود وبيبرر في إنهم احتلوا فلسطين وغيره وغيره، بيبرر في الكلام ده قال أصلا ده حق نزات البلد دي. أنا في الجزيرة هودي رفع كلامه، نشاهد كلنا كلامه زي دقيقة كاملة تقريبا. طيب كنا في القدس قبل أكثر من 3000 عام، ده يهودي، عندما كان آباء المسلمون يشربون الخمر والنبيذ ويعيدون البنات ويعبدون الزوالات والمنات في البادية العربية، قال نحن كنا في القدس نعبد الإله الواحد الأوحد، إنما كنتم عبدة الأصنام في البادية العربية. فماذا تتكلم؟ داود وسليمان وكل الأنبياء كانوا يهود، حتى عيسى بن مريم ولد يهوديا وعاش يهوديا وكان يهوديا. انت جاء الإسلام للعالم في القرن السابع ليبيد العالم وليبسط ثقافة البادية على الحضارة، ونحن قدنا إلى أرض أجدادنا لنعيد دولتنا ولنعيد استقلالنا ولنعيد حريتنا من نير الإسلام، ونحن لسنا أهل ذمة لأحد، ونحن لسنا أحفاد الكرد والخنازير كما أنت تؤمن، ونحن لسنا كتلة الأنبياء، ونحن لسنا عايشين تحت نيركم، ونحن لسنا صاغرين ولا ندفع الجزية لأحد حتى للمسلمين. لماذا نحن شعب وديننا ليس دين باطل، وأنتم لستم دين حق. كل دين له دين، كل شعب له دين، وأنت عليكم أن تعترفوا بحقوق الآخرين، لأنكم بعد أن احتللتم الشرق الأوسط، جغرافية الشرق الأوسط، احتللتم مادي الشرق الأوسط وتاريخ الشرق الأوسط، واحتللتم أديان الشرق الأوسط، وعليكم أن تكونوا. شوف أهل مكة كانوا يتهمون السيد النبي أنه كل القرآن ليس إلا أساطير الأولين. شو هذا أساطير الأولين؟ هذا أساطير اليهود والنصارى، وهم سمعوا هذا القرآن وقالوا أنه ليس إلا أساطير الأولين، وهذا الاتهام ورد في القرآن ما لا يقل عن 11 مرة، وهذا هي تسجيل لما قاله آل مكة لسيد النبي، لأن كل القرآن منسوخ ومستنسخ من المصادر اليهودية. قارن بصورة عقلانية، قارن الكتاب المقدس اليهودي والمسيحي مع القرآن، تجد أوجه التطابق بين الكتابين. كل ما لديكم مأخوذ من اليهودية ومن النصرانية، وعليكم أن تحترموا الأديان السابقة لأنكم استنسختم هذه الأديان وخلقتم الإسلام، وأنتم اليوم ذو الدين الحق، وكأن الآخرون دين باطل. عيب عليكم هذا ما فعلت. طيب أول حاجة، اليهودي ده بتاع قناة الجزيرة ده ظلم متناقض، مخه ده كأنه أظن شارب حاجة ويسكي ولا كده، وجي يتكلم قال عليكم إنكم تعترفوا بالأديان الأخرى، ده كلامه. واليهود نفسهم ما معترفين بأي دين. جاء بعديه قالوا عيسى بن مريم كذاب، ما رسول أصلا، قالوا كذاب عليه الصلاة والسلام، بل قالوا عيسى بن مريم ابن زنا، ومريم عاهرة زانية داعرة، عشان كده كفروا بالإنجيل النزل على عيسى، ما أمنوا به وما بيطبعوا في كتابهم التلمود بتاعهم اليهود، بينما النصارى بيطبعوا في كتابهم بيسموه زورا وكذبا،
كتاب مقدس وكله محرف، كان يهود ولا نصارى عندهم كتاب بيسموه مقدس في والتوراة قالوا دي حقة اليهود بيؤمنوا بها قالوا دي للنصارى، وفي والزبور اللي هو سموه المزامير 150 مزمور قالوا دي نزلت على داود قالوا بنؤمن به ومحرف طبعا، وفي والأناجيل الأربعة متى ولوقا ومرقس ويوحنا قالوا بيؤمنوا بها، أما اليهود قالوا أي حاجة جات بعدين دي كلها كذب قالوا ده ما في دين تاني، قالوا عيسى كذاب وابن زينة ومريم زانية وقالوا محمد كذاب، فكيف اليهود بتاع قناة الجزيرة ده يجي يقول انتوا عليكم يا مسلمين تعترفوا بالأديان الأخرى؟ كذاب محتال بس، ما يهودي ما يكون محتال كيف؟ ما يكون محتال كيف؟ طيب بعد ذلك قال انتوا جيتوا احتليتوا قال الشرق الأوسط وجيتوا تكتلوا الناس، كتلتوا في الشرق الأوسط ومحمد جاء الدين جاء يكتل الناس، القاعد في فلسطين منو؟ انت مجنون ولا جنون؟ انت قاعد وين تتكلم الان؟ انت في بلد معكتك وانت محتل جاي تقول المسلمين احتلوا الشرق الاوسط، انت الان المحل اللي بتجعجع فيه ده وباسل لك قناة الجزيره الفيديو من جوا فلسطين المعقدك ولا حقت ابوك يا يهودي، عرفت كلامي؟ فتظهر كذاب 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 ومحتال بس، واليهود اهل كذب واحتيال ونفاق منذ قديم الزمان. يا اخي ربنا سبحانه وتعالى كان بينزل لهم المن والسلوى من السماء؟ قالوا لا، دارين الفوم والعدس والبصل بالذي المجارمة، ربنا ينزل لحم وطيور ومشوية مصلية من السماء نجي نازلة، لا مرة تطبخ يهودية، لا تولع لها دوكة، لا غاز قطع، عرفت كلامي؟ قالوا لا بس ركوب راس، دي الأهل ركوب الراس، دي ركوب الراس ذاته، ربنا سلام رسول قالوا أسلموا، قالوا أرنا الله جهرة، ناس ذاتهم عجيبين. ربنا سبحانه وتعالى فتح البحر وطلعهم بغاد نجاهم من فرعون، قالوا لموسى اجعل لنا إلها زي ديل عندهم عجل جسد له خوار، قال لا اعمل لنا واحد إله تاني، مع انه الله نجاهم بس من البحر وفتح لهم البحر وغرق فرعون، انت مجرم ولا شنو؟ ثلاثة التناقض بتاع اليهود البلعلع بتاع قناة الجزيرة ده، قال نحن لا لا لا، قال مملكة الجزية وما بعرف شنو، ده جاء في القرآن ده ديننا، ألزمك بأنه تدفع شنو؟ تدفع الجزية. أيوة التناقض الرهيب ده أكبر تناقض عنده اليهودي ده، قال دينكم ده هو ليس حق وديننا نحن هو شنو؟ ليس باطل يعني الحق، مش كده؟ ورجع تاني لفة قال القرآن ده كله مستنسخ من كتب اليهود، وإذا غرنتوا بتلقى تطابق كبير بين القرآن وبين شنو؟ كتب اليهود. طيب انت قلت القرآن ده ما حق والإسلام ده بيه قرآن وما حق، تاني زي تقول ده متطابق مع كتب اليهود، معناته اعترفت يا يهودي يا بتاع قناة الجزيرة يا بليد انه كتب اليهود ليست حق، ما قلت القرآن ما حق مش كده؟ قلت تاني رجعت قلت تلقاه متطابق مع كتب شنو؟ اليهود، وقال نسخوا كله من كتب اليهود. فإذا كان القرآن ما حق في نظرك وهو متطابق مع كتب اليهود في نظرك وهو ما حق، معناته كتب اليهود شنو؟ ليست حق، قوم على عيالك يا مجرم انت وقناة الجزيرة بتاعتك والبيضة الصعلوقة العريانة دي. طيب قناة الجزيرة ايضا تجري لقاءات مع اليهود، ولاحظي قناة عربية في بلد اسلامية، شفت كيف؟ ويتكلم بلغة الإسلام، تجري لقاءات متخصصة مع حاخامات اليهود ومع زعامات اليهود، ده كلام عجيب. يعني تخيل قناة الجزيرة دي لو موجودة في كل بيت مسلم في العالم، يبقى أي أسرة مسلمة في العالم قاعد تستمع لشنو؟ لحجج اليهود الباطلة ومنهج اليهود الكافر وكذب اليهود ونفاق اليهود وكفر اليهود. أي أسرة مسلمة في العالم في بيت قناة الجزيرة جوا عينك لابد تسمع على اليهود، وأنا ما لقتني قناة قاعدة في مكان إسلامي وقناة تتكلم بلهجة المسلمين في الأصل، عرفت كيف؟ بتشتغل شغل زي ده. واحد عندك لقاء مع حاخام، أنا ما حاعرضين المقاطع لأنها كثيرة وتلقوها موجودة في اليوتيوب وفي غيره وفي غيره، لقاء مع حاخام ديفيد دايس بتاريخ 30/4/2008،
مداخلات كثيرة جدا جدا مع أفخاي أدرعي وهو المتحدث والناطق الرسمي باسم الجيش اليهودي كلقاء بتاريخ 2019-14-11-2019 ميلادي تحدث فيه المتحدث الناطق الرسمي باسم الجيش اليهودي عن الوضع في غزة. وهنا تنبيه، لاحظ انت كقناة عامل فيها إسلامي وعامل فيها انك بتدعي الإسلام وهو إلى آخره، دائما بتجيب إذا في حرب بين اليهود والمسلمين بتجيب الكلام اللي بيخدم شنو؟ المسلمين. لا، ديل بيجيبوا كلام اليهود اللي بيردوا فيه على مزاعم المسلمين. في المقاطع دي هتلقى الكلام ده، انا تابعتها كلها والحمد لله ما اتكلم لي عن زول ولا عن قناة ولا عن حزب او طائفة بفضل الله علينا، الا نرجع ونسمع بين نفسنا، ما قاعد نسمع كلام ناس ولا زول بيلزنا الكلام ده، ده ديانة لله سبحانه وتعالى. طيب، فبنتأكد اول حاجة، فسمعت كلها لقاء مع أفخاي أدرعي أيضا باسم الجيش اليهودي بتاريخ 29-12-2008 ميلادي. كذلك قناة الجزيرة فيها مذيعين ومدراء بتاع برامج لقناة الجزيرة يهود عديد، كواحد ديفيد ماراس هذا المدير كبير في قناة الجزيرة وهو يهودي اسمه ديفيد ماراس، موجود البرنامج بتاعه بيتكلم بنفسه يقول أنا يهودي ومتبحر في علم اليهود وأنا كذا وأعمل مدير كذا في قناة الجزيرة. وكذلك يوهان ليفين، وتاني في مرة كده برضو يهودي وكتار تلقون في مصادره. طيب، بعد نمشي لنقطة هي من أخطر وأسوأ النقاط، وأنا ما كنت أتوقع عن قناة الجزيرة إنها بلغت هذا الحد من الشر والإجرام والإضلال للمسلمين في جميع العالم. عارفة قناة مجرمة وشريرة، شيخ الفوزان أفتى فيها وقال إنها شريرة قناة الجزيرة، وأفتى فيها الشيخ سليمان الرحيل وغيره من العلماء وحذروا الناس من أن يحضروها، لكن ما كنت قايل والله إنها وصلت حد إنها تنشر الإلحاد، إنكار وجود الله وتحارب الدين وتستهتر بمعالم وأصول الدين الإسلامي الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قناة الجزيرة قبيل أنا قلت لك عندها أولاد أو لغطة ولدتهم، مش قلنا كده؟ عندها قناة اسمها AJ بلس، ما مصدق كلامي يخش يتأكد، دي أحد اللغطة بتاع قناة شنو؟ الجزيرة الولدتهم بصورة غير شرعية، ونعرض الوثيقة دي اللي بتثبت كلامي، بعد ذاك نجيب الإلحاد والاستهزاء بالإسلام والاستهزاء بالدين اللي قاعد تعرضه قناة AJ بلس التابعة لقناة الجزيرة. دي الوثيقة دي بتوريك إنه القناة قناة AJ بلس دي حقت قناة شنو يا جماعة؟ حقت قناة الجزيرة، وده تدشين وافتتاح قناة AJ بلس، تفتتح وتحتفل به قناة الجزيرة وتعترف إنه دي إحدى قنوات التابعة لشبكة قناة الجزيرة في هذا المقطع. طيب، شوف هنا تحت هنا عنوان المقطع، أول حاجة قبل ما نفتحه في عنوان المقطع، قبل ما نفتح المقطع شوف هنا شبكة الجزيرة الإعلامية تطلق قناتها الرقمية AJ بلس، شوف كلك شبكة الجزيرة الرقمية وتحت منها قناة الجزيرة، مرفوع في قناة الجزيرة على اليوتيوب، قناة الرسمية للجزيرة على اليوتيوب، شايفين يا جماعة؟ واضح؟ طيب، واضح كده لكم كلكم؟ طيب كده واضح؟ واضح يا جماعة؟ طيب واضح. يلا بعدين افتح البرنامج، انه هم دشنوا وافتتحوا قناة AJ بلس وقالوا دي تابع علينا ومبسوطين جدا من الموضوع ده. طبعا نركز كثيرا
مليار مشاهد الفيديوهات اللي انتجناها خلال سنه واحده. اذا انتم جاهزين يلا، اذا جاهزين خلونا ننطلق، يلا خلونا ننطلق يلا. دي قناة كثير بهذا المشروع ان شاء الله. ايوه ده مشروع قناة بداية ناجحة، ونفتح افاق جديدة للاعلام اي جي بلس ان شاء الله، الانطلاقة والنجاح ان شاء الله. بالتوفيق لكم ان شاء الله. فالحمد لله ما قاعد نتكلم ساي. يلا قناة اي جي بلس دي التابعة لقناة الجزيرة، دي قناة الجزيرة خدتها كده بالجنبة بقول لهم حاربوا بها الاسلام وانشروا الالحاد، انشروا الالحاد في الشباب. يلا نشوف بعد الوثائق على هذا الكلام. واحد، فيلم وثائقي بعنوان في سبع سنين، وده عرضوه على قناة الجزيرة. الممثل بتاع الفيلم ده ذاته او الرجل الشغال الفيلم ده عامل لقاء مع ملاحدة مصريين في بداية الفيلم، بيستمع لهم وهم يقوموا يفكوا الشبهات وما في زول يرد. يعني يقولوا وجود الله، وجود الرب، وجود الاله في الكون. وذاك يسالهم المذيع بتاع قناه الجزيره، اها انتم مقتنعين؟ يقولوا مقتنعين. ليه ما نقتنع؟ وهل نحن شفناه؟ وهل وهل ويفكوا شبهات معينه ويقوم يمشي للثاني طوالي ما يرد ولا جايبين زول يرد. ده اسمه الاسلوب التشكيكي، وده اسلوب اليهود اصلا. الشغله ما مربوطه كلها علاقات واحده. اليهود قالوا لا نريد أن ندخل المسلمين في اليهودية. لماذا؟ قالوا لأن اليهودية شرف عظيم لا يستحقه المسلم، شرف عظيم ما بيستحقه المسلم. قالوا فقط شككوهم في دينهم الإسلام، يعني يبقوا بلا إسلام بلا كده بلا كده، يكونوا ساكت لافين ساكت. فده الأسلوب المتخذة قناة الجزيرة. يلا بعد ده حيتضح لك أكثر في الوثائق الجاية دي. برنامج اسمه نصك حلو، نصك ملحد، نصك ملحد لواحد ملحد اسمه أحمد غندور، مصري مسمي نفسه الدحيح أو الدحيح في البرنامج ذاته بتاع قناة اي جي بلس التابعة لقناة الجزيرة، بيأصل فيه للإلحاد في البرنامج ده. وما برنامج واحد، برامج متسلسلة بأصل فيه للإلحاد وإنكار وجود الله وإن الكون والإنسان والمخلوقات وجدت صدفة. برنامج اسمه الكون، دي حلقة تانية اسمها الكون، يؤصل فيها لنظرية الانفجار العظيم. طبعا نظرية الانفجار العظيم نحن نعرفها بعد شوية. أشغل الوثيقة أول حاجة. طيب جاهزين؟ اسمعوا يلا الآن كلكم. 300,000 سنة، تم 300,000 سنة، عملنا له هابي بيرثدي تو يو. درجة حرارة الكون نزلت ل 3,000 درجة، لسه درجة عالية جدا طبعا، سخنة جدا، بس ده كان كافي إن الذرات تبتدي تتكون وتتعمل. ابتدى نشوف بروتونية وتيجي بقى الإلكترونات، فابتدوا يخشوا مع بعضهم يعملوا كده كأن ما عادش فيه الهرجلة، فابتدى الدنيا تبقى واسعة، فالضوء ما عادش بيخبط، بقى خلاص في مكان فاضي، ابتدى يمشي ويمشي يمشي لحال سبيله فأنحاء الكون المتوسع. وكل ما الكون يتوسع كل ما الطول الموجي بتاع الضوء يطول ويبرد ويبرد لحد ما درجة حرارته توصل ل2.7 كلفن، نفس اللي كنا متوقعينه بالمعادلات بتاعتنا. لو كان الكون فعلا عنده 13 مليار سنة، الضوء ده اللي هو شعاع مايكرويف، مش المايكرويف طبعا القلشة اللطيفة دي، لكن هو اسمه مايكرويف عشان هو ابتدى يطول قوي، فابتدى يبقى كده مايكرويف لحد ما يبقى في اخر السبيكترم خالص يبقى راديو ويفز. هي دي الدوشة اللي كانت بتشوش على بنزيوس ويلسون، ده الكوزميك مايكرويف راديشن، دي كانت فوتونات ضوء جاية من الماضي، حفريات ضوئية جاية من لما كان الكون عنده تقريبا 300,000 سنة، حفريات ضوئية بتقول لنا ان الكون كان له بداية، وان بطل المسلسل بتاعنا اتولد وكانت ولادة عظيمة لانه كان انفجار عظيم، مش انفجار حرفيا بس تقدر تقول انه توسع حصل من مليارات السنين وما زال بيحصل وبيخلي الكون. طبعا دي نظرية الانفجار العظيم، الزول ده جابه بهناك لفه المايكرويف والحرارة واتمددت وحصل الانفجار العظيم للكون. واسم الحلقة ذات الكون، اسم الحلقة دي الكون، يعني الكون يتكون كيف؟ ما الله خلقه، ما الله خلقه،
إنما كان انفجار. ودي نظرة الانفجار العظيم، أسس واحد كافر، والغريب إنه نصراني تابع للكنيسة الكاثوليكية أو الأرثوذكسية. والنظرية بتاع الانفجار العظيم دي بتقول شنو أصلا؟ قالوا الكون ده ما خلقه الله أصلا، ولا عنده إله ولا خالق، إنما الكون كان ذرة صغيرة. الكون ده كله بحيوانات وإنسان وجن وسماوات سبعة وأراضين سبعة وأنهار وبحار وجبال، كان ذرة صغيرة. فبعامل من الحرارة الشديدة تمددت الذرة وكبرت وبم انفجرت انفجار عظيم بقى كون. الغاية من نظرية الانفجار العظيم دي شنو؟ لما وضعها النصراني الكافر ذاك الزول الوضعها، قال إنه ما في خالق أو إله أو صانع للكون، إنما الكون برا وتطور بفعل الحرارة وكبر وتفجر، عشان كده سمى العظيم الانفجار العظيم، عشان ينكر به وجود الإله ووجود الخالق. أما نحن عندنا في الإسلام ربنا قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما في انفجار عظيم، خلق الكون الله. وإلا بنناقش الملاح ده ياتهم ديل اللي بيقولوا انفجار عظيم، الذرة الكان الصغيرة دي من الذي أوجدها؟ والحرارة المدتت الذرة وبقت كبيرة وانفجر الكون بعد ما بقى كبير، من الذي أرسلها؟ الحرارة دي الأرسلها منه؟ لن يجدوا جوابا إلى يوم الدين على هذا، على هذين السؤالين، لأنه نظريات فاشلة. ومن أفشل من الفشل العظيم لنظرية الانفجار العظيم إنه الأساسة هسه قبل سنوات، يعني في النهاية لو 100 سنة ولا زيادة شوية، قال الانفجار العظيم ده كان قبل 13 مليار سنة، 12 مليار بوينت 8 مليون سنة، وهو هسه كان قبل 100 وقول 150 سنة. الزول ذاته وما حضر قبل 13 مليار سنة، فيبقى كيف نحن نثبت انه كان في انفجار عظيم وكان الكون ذرة صغيرة وجات حرارة سخنته وما بعرفه ما يكريف وبم انفجر بقى انفجار عظيم وكان قبل 13 مليار سنة؟ ده ما بخش، لأنه الملاح ده ذاته بيقولوا لا نؤمن إلا بالمحسوس، أشوفناه أو حسيناه. طيب ده قبل 13 مليار سنة، كيف المؤسس بتاع النظرية والمكتشف بتاع النظرية الفاشلة كيف آمن بها واكتشفها وهو ما حس الانفجار ده؟ لأنه ما عاش فيه، لأنه قبل 13 مليار سنة. فجاء المصري بتاع قناة الجزيرة AJ بلس ده جاي يأصل للنظرية بحركات بيدينه زي عبد الله الشريف ذات، وديل كلهم شبكة واحدة. الفضحوس اتفضح ذاته فضيعة بقلاقل زي ما هم بيقولوا، شفت كيف؟ ده كلهم شبكة واحدة، عبد الله الشريف والدحيح ده والعور ديل، دي شبكة واحدة بتاعت قناة الجزيرة لبس الفساد في العالم ولمحاربة الإسلام، وسا كمان بقى يبس في الإلحاد بالنظريات الإلحادية التي تنكر وجود الله سبحانه وتعالى زي ما جابوا الدحيح ده. ولسه وساعة كثيرة، أنا والله بس ما أقدر أطول، لكن ممكن أعملها كده 24 ساعة بإذن الله وسائق بس عن قناة الجزيرة، لكن ما أقدر أطول بالناس لأنه نحن طاقتنا محدودة والناس طاقتهم محدودة. طيب كذلك يسخر صاحب البرنامج ده اللي هو أحمد غندور اللي بيلقب نفسه بالدحيح بتاع قناة الجزيرة قناة AJ بلس، يسخر من الموت ومن ملك الموت، يسخر منه، لأنه ربنا قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. بيسخروا من الحكاية دي إنه الموت وعنده ملك بيجي للزول، عاملين تمثيلية بايخة وعويرة هي تمثيل السواعد اللي خادك، لكن دي أعور منها ذاته، كلهم أخوة مسلمين عاملين المسرحية دي وجايبين قال بيسخروا من ملك الموت في المقطع التالي ده في قناة AJ بلس التابعة لقناة الجزيرة. مساء الخير يا حاج فتحي. مساء النور. عامل ايه؟ معقولة؟ أنا معقولة، أنا الموت ازاي؟ أنا؟ يعني أنا وقتي جه خلاص؟ أشيل بقى الماسك أحسن بيقطع لي نفسي. خلاص يا أستاذ فتحي لازم تيجي معايا، لازم أسلمك قبل الديدلاين. طب معلش ممكن أسوي التايم؟ أنا طربت بالبلياردو ولا يا أستاذ؟ ده قالوا ملك الموت، العويرة الثاني اللي معاه ده يسخر ويستخفه. والغريب انه عنوان الحلقة عنوان يعني خبيث جدا، خبيث 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 جدا، مسميها
ليه بيموت؟ ليه بيموت؟ معترض على انه يكون في موت وملك يجيك، عشان كده عامل التمثيل الباخر. واحضر البرنامج كله تلقى الكلام ذاته وباقي الكلام موجود. يعني انا والله بس ما اقدر اطول على الناس، اجيب كل المحاضرات بتاعتهم وكل الضلال بتاعهم للنهايه. لكن العاقل يكفيه دليل واحد. كذلك يستهزأ ويسخر من مسألة المحرمية بالرضاعة في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، رواه البخاري في صحيحه. هم بيستخفوا من الحكاية دي. عاملين تمثيلية عويرة جدا جدا جدا، تلقاها برضو في اليوتيوب، اسمها الدحيح اخوات رضاعه. والله يسخر من الموضوع ده، يسخر منه سخريه عجيبه. وقال يعني في ضمن كلامه انه سبب مشاكل حول العالم، وداك يتزوج ويلقى اخته في الرضاعه، وليه ما يتزوجها ويخته في الرضاعه؟ يعترض على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الكلام. دي قناه الجزيره. طيب كذلك برنامج آخر لأحمد غندور مذيع قناة الجزيرة عبر شبكتها AJ+، في برنامج اسمه إله الدولة العلمانية. والبرنامج ده بيقول انه في ملاحدة، واكبر دولة قال فيها نسبة الحاد، قال 67% من الدولة نسبة الملاحدة فيها الصين. وقال رغم انه اغلبهم ملاحدة 67% منهم، ده هو بيقول كده، قال رغم ده انهم هم اصحاب صناعات، واي صناعة في العالم قال اي قال طاقية صانعها الصين، واي جزمة صانعها الصين، واي قال 80% من بويلات العالم صانعها الصين، و70% من شنو صانعها الصين. قال رغم انهم ملاحدة، يعني رغم انه الناس بيقولوا دي الكفار والملاحدة كفار، بيقول لك دي الناجحين. ده الغرض من الكلام ده. في النهاية طلع الغرض ده بره مرة واحدة. وأصلا أسلوب الدحيح ده كده في الأول بيورجغ يورجغ يورجغ، مصري بتاع هوس كلام ونظام وما عنده غير النظمي. في النهاية بيقوم بيزلك شنو؟ الكفر والإلحاد. عشان كده لقى متابعين كتار من الشباب العربي غشاهم والإسلامي. القناة دي عندها أكثر من 4 مليون مشترك. AJ+. خدعوا بها الشباب. ده الدحيح الوسخ ده خدع بها الشباب. وعلم في الشباب في الإلحاد والكفر بالله والاستهزاء بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالإسلام كفر. طيب فيستهزئ، وقام في النهاية بيّن قال إنه ذر رغم إنهم ملاحدة، ويستهزئ بالدول قال والمسلمين اللي بيحسبوا قال بالحسنات والسيئات. وما الناس اللي بيحسبوا، ربنا اللي بيحسب لك بالحسنات والسيئات. يستهزئ من ربنا سبحانه وتعالى انه حسنات وسيئات، ويقول ديك حسنات وسيئات، واللي بيحسبوا بيها عملوا متطورهم، وجنتهم ونارهم عملوا متطورهم. يعني ده خلاصه كلامه، شفت كيف؟ وفي النهايه يقول اخر كلام عنده، يقول نموذج قال المفروض، قال الحكومة المفروض أنها شيوعية بتتعامل مع الشركات المفروض أنها رأسمالية. يعني ده بيوريك تعاون الملاحدة وإنه ناس متعاونين مثل المسلمين عشان يعملوا قال نموذج للإله لدولة ملحدة. بيستخيب الناس اللي بيقولوا ده الملحدين. الصين صنعت كل حاجة وعملت إلى أن قال زي ما نحن بنشوف دولة ملحدة بتعمل دولة ما بعد الحداثة. يعني بيشجع الشباب على شنو يا جماعة؟ على الإلحاد، وإنه الناس الملاحدة هم النجحوا وعملوا دولة ما بعد الحداثة. نسمع المقطع بتاعه ده. رحت تشتري بامبرز يبقى انت غالبا اب مسؤول، وهنديك حسنة تعالي بيها السكور بتاعك. رحت اشتريت، بس اسمعوا الكلام ده كويس عشان تشوفوا بتاع قناة الجزيرة ده ريصل لشنو بتاعنا قناة AJ+ التابعة لقناة الجزيرة.
العاب يبقى غالبا انت شخص مش مسؤول، هنديك سيئه ونقلل في السكور بتاعك، والسكور بتاعك تبقى جنته وتسهيلات في الاجراءات وناره بطء في الخدمات. انت بجد متخيل؟ انا عايزك بس نهدى كده ونفكر في كم المفارقات اللي موجود في الموضوع. الحكومه المفروض انها شيوعيه بتتعامل مع الشركات اللي المفروض انها راسماليه عشان يعملوا نموذج للاله لدوله ملحده. الصين صنعت كل حاجه وعملت نسخ لكل حاجه. النهارده احنا بنشوف دوله ملحده بتعمل لنا دوله ما بعد الحداثه اللي فيها شوفوا النازل بيأصلوا للإلحاد وبيلمعوا الملاح ده وبيستخفوا بالإسلام حسنات وسيئات وجنة ونار بيطوا طريقة. يا ناس انتبهوا، والله ده من أخطر الأساليب المدمرة. وشوفوا عملوها تابعة لقناة إخبارية، قناة الجزيرة المعروفة. ليه؟ لأنه الأخبار ذاتها الناس بيحبوها، الناس بيحبوا يحضروا الأخبار ويفجر كذا وقتل كذا وجرح كذا والحرب الفلاني والحاكم الفلاني شالوه وده خدته، فحشروا ليك منهجهم الباطل ضمن القناة الجزيرة الإخبارية، وبعدك فرخت ولدت قنوات بالباطل وبالحرام زي قناة اي جي بلس، وجابوا أسلوب يخدع الشباب، زول يفنجط وينطط ولابس فنايل الدين حقنة زي حقات الشباب عشان يخدع الشباب ويتكلم لهم من لونهم وبأسلوبهم ومن توبهم ويدخل لهم السم في الدسم. أنا بس بنرد عليك بحاجة واحدة، دولتك الذهبت إلى ما بعد الحداثة ودولتك الملحدة الصين دي ماذا فعلت مع كورونا؟ وماذا فعل معها فيروس كورونا؟ الحداثة والصواريخ النووية والصواريخ البالستية والقنابل العنقودية، هل ضربت فيروس كورونا؟ إن شاء الله بكرة بإذن الله سبحانه وتعالى نواصل وكده أجبنا على التساؤل. ليه قناة الجزيرة بقت تجيب الملاح ده ناس محمود محمد طه؟ لأنه البرنامج بتاع محمود محمد طه ده في قناة الجزيرة جابوه قبل يومين ثلاثة، عمل ضجة إعلامية كبيرة. وليه وناس بيسألوا هل قناة ليه تسوي كده؟ تسوي كده لأنه قناة الجزيرة ده شغلها من زمان، بس كثير من الناس ما جايبة خبر. ونحن والله بلغنا، اللهم فشل اللهم فشل اللهم فشل. بكرة نتكلم عن الفكرة الجمهوري اللي هو الجزء الثاني من الحلقة دي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.